هلا فيكم يا شباب، معكم صادق وفي مقطع جديد. ومثل ما انتم شايفين في العنوان اليوم شرح طريقة عمل رقم فلبيني للواتساب ومن موقع جديد. طبعا العفو منكم يا شباب، هذا الشرح مستعجل يعني وكذا على يعني بدون اي استعداد، فانا حبيت انشر لكم الموقع هذا لانه الموقع هذا مرة روعة ويعطي ارقام فلبينية. فاذا كنت انت اول مرة عم تتابعني وتشوف الشرح هذا، كل اللي عليك انه تشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات، عشان انا اول ما اجيب مواقع جديدة او شروحات او برامج ارقام جديده تكون انت مشترك ويوصلك اشعار بالقناه. كمان احتمال يعني، طبعا انا الشروحات اللي انشرها احيانا يصير على الموقع ضغط او اي شيء من هذه الامور، فاحتمال تتعطل. فالموقع اللي جايب لكم اليوم هو هذا الموقع، موقع 5CSM. هذا الموقع يقوم باعطائك ارقام فلبينيه لتفعيل الواتساب وجميع الخدمات، بس احنا المهم عندنا هو اهم شيء الواتساب. فكل اللي عليك انه لما تدخل على الموقع انه تضغط على كلمه حر اللي هذا باللون الازرق اللي هي فري. اذا كنت مفعل الانجليزيه راح تضغط على كلمه حر، يعني مكتوبه كلمه فري، تمام. بعدين تنزل لتحت لتحت، طبعا هذه كل الخدمات وهذه الارقام اللي موجوده في الموقع. طبعا انا قمت باخذ هذا الرقم وعمل ارسال رساله قبل شوي، مثل ما تشوفون هذا كود الواتس اللي جاني. فالان راح ارجع على الواتساب، هذا هو. طبعا الان اقدر اسوي ارسال رساله، بسوي ارسال رساله. طبعا لما تسوي الرقم تعمل ارسال رساله ضروري، تمام، حتى تقدر تاخذ الرقم. طبعا الان هو ما عمل رساله، بس بعيد تفعيل الرقم من جديد. طبعا انا سويت الرساله قبل شوي، سويتها قبل شوي، فهذا هو الرقم اللي اخذته من الموقع. والله يا شباب الشرح يعني الشرح هذا كذا على العجله يعني مستعجل. اوكي، هذا هو. طبعا لما يخلص الوقت بقوم بارسال رساله. طبعا مثل ما قلت لكم، لما تدخل على الموقع تضغط على كلمة فري اللي هنا اللي هي هذه حر، إذا كان بالإنجليزية راح تطلع معك آخر كلمة من بين الخيارات هذه، هذه كلمة حر، تمام. طبعا هذه الأرقام، طبعا الأرقام مثل ما قلت صالحة لتفعيل الحسابات وكل شيء. هذا كود الواتساب اللي وصل قبل شوي، أنا فعلته، سويت إرسال رسالة. طبعا الموقع هذا لساته جديد، وأنا أخذت الموقع هذا من قناة أخوي كيمو. كمان بحط لكم قناة أخوي كيمو في الشرح، تدخلون تشتركون في قناته لأنه قناته مرة روعة ويجيب شروحات مواقع وأرقام. فأنا ما شفت عليه مشاهدات كثيرة، قلت بجيبه هنا في القناة. الآن بسوي إرسال رسالة. طبعا لازم يكون عندك الإنترنت قوي عشان تعمل إرسال رسالة وتقدر تاخذ. مثل ما تشوفون أنا قمت بإرسال الرسالة، الآن راح أقوم بحط الكود اللي هو هذا 64. راح أقوم بنسخ الكود، هذا هو، أعطيه نسخ، وراح أحط الكود اللي هنا، هذا هو الكود يا شباب. أوكي، الآن راح يشتغل معي الرقم. طبعا الموقع يغير أرقام يمكن كل فترة 6 أيام. لا صراحة ما بعتقد، هو كان من قبل الموقع معطل، تمام يا شباب، الموقع كان من قبل معطل والآن الموقع رجع يشتغل من جديد. فهو من قبل ما يتعطل قبل فترة 4 شهور يمكن، كان يعطي أرقام كل يوم، كان يعطي كل يوم أرقام فلبينية. أما التحديث الجديد للموقع والله ما أعرف. فمثل ما قلت لكم، إذا كنت أنت بتشوف الشرح يعني بعد فترة من نشره على اليوتيوب، بعد ما نشره على قناتي، يمكن يصير فيه أي خلل أو عيب أو أي ضغط، فما أضمن الطريقة هذه، تمام. فأنا أجيب لكم كل جديد للمواقع أولا بأول، عشان كذا لازم تشترك معي. طبعا الآن الرقم اللي سويته طلع فيه تأمين أو عليه رمز، طبعا أنا عند الرمز وهو عند قناة أو هو عند أخوي كيمو الثعلب، هذا هو. طبعا بحط لكم رابط قناة أخوي الثعلب كيمو في الوصف، هذا هو رمز التحقق اللي هو التحقق. بنسخ كمان الرقم من عند كيمو أخوي، طبعا هذه عشان المصداقية. طبعا الرقم هو تبع أخوي كيمو، وهو كمان مثل ما قلت لكم الموقع من قناة كيمو أخوي. بحط لكم رابط قناة أخوي كيمو في الوصف، تدخلون تشتركون فيها وتفعلون جرس التنبيهات، عشان كمان كيمو أول ما يجيب شروحات جديدة تكون الشروحات عندكم. أوكي شباب، يلا الآن بحطيت رمز التعريف أو رمز التأكيد، والآن راح يشتغل معاي الرقم للواتساب. طبعا مثل ما قلت، مو بس أنت تستخدم واتساب، تقدر تستخدم عليه إيمو، تليجرام، جوجل، اي شيء يعني، اي شيء، اي الخدمات اللي معاك يعني بحد ذاته، استقبال رسائل. هذا الموقع اللي هو الموقع الارقام الفلبينيه، موقع 5CSM، يعطي ارقام فلبينيه. فالان بعطيه تخطي، ومثل ما تشوفون هذا هو الرقم، والان اعطيه التالي. دقيقه بس يا شباب لحد ما كم. اوكي يا شباب، والان رجعت لكم بعد ما قمت بعملية التفعيل، والان راح تشوفون مثل ما تشوفون هذا هو، الان هذا هو الاعدادات. طبعا هذا كله عشان المصداقية، عشان تتأكدون. طبعا هذا رقم اخوي كيمو الثعلب، فانا اخذت عليه الرقم ومشكلة بعطيه اياه بعدين.
بطريقة تفعيل الرقم بدون كود. إذا تحب تعرف الطريقة والشي راح تشوف الآن ملصق أمامك فوق شلون عمل تفعيل الرقم بدون كود أو أخذ رقم صديقك عبر الإنترنت. هذا هو الرقم الفلبيني اللي كان معكم في الموقع، وهذا هو كان نهاية الشرح اللي شفتم. لكن قبل ما أبدأ كمان أو قبل ما أخلص بالفيديو، أنتم شايفين الخلفيات اللي على جنب هي من تصميم المبدع مصطفى كويرس. بحط لكم قناة مصطفى في التليجرام، هذه قناته للتصاميم إذا تحب تحصل على تصاميم. كمان بحط لكم رابط قناتي في التليجرام أسفل الفيديو، تدخل تشترك في قناتي. قناتي أنشر فيها أرقام وتطبيقات وكل جديد التقنية. كمان في قناتي تليجرام راح تلاقونا في القناة. وكان معكم أخوكم الإمبراطور الصناعي من قناة صادق شغل للشروحات، ومع السلامة.